اللي يتمنى الموت بدل المرة ألف. أشوفه بس. اتفضلي يا ست جولي، ما احنا ما وراناش غيرك، مش عامله زي القلش البراني كده من المرميه ارجع لي تاني. معلش يا ست هايدي، كوريا دايما تهزر معاكي، بتحبك. معلش هي معذوره، انا برضه تعبتها معايا قوي وهي ملهاش ذنب. لا ما بحبهاش، غش بس انا اللي حاسه انها عامله زي العيله الصغيره ومسؤوله مني. وبعدين العمليه؟ عارفه. ايوه سوك، انا مش قلت لك اوقات حصلني؟ بقول لك ايه، مزنوق في الكباريه، الزباين على ودني. طمنيني انت، عملت ايه في المشكله اللي عندكم؟ ولا حاجه، على حطت ايد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه، انا عندي فكره جهنميه، والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه، ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال؟ قلت ايه؟ ايه بنسيون؟ لا بنسيون لا، الحكومة هناك رجليها داخلة طالعة عشان يطمنوا على السكان، وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح، خال بيقولك ما ينفعش، وبعدين تعالى هنا، ادام البنسيون ده كانت قاعدة فيه اللي اسمها نوال، يبقى أكيد مشموم، اللي هي تولع في قلب بدلة الرأس مطرح ما هي قاعدة قادر يا كريم. طب أنا بقى تلاقيت المكنة الصح. فين؟ أقول لك بقى فين؟ إيه رأيك أما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في شقة جديدة اللي عزوز جابها لها؟ بقول لك إيه، حتة دي شقة مش عايز أقول لك، أنا مش عارف عند الأوض بتاعتها. قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نواه، ده انا خنوقها كده بايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا لقيناهاش تقعد مع نواه. طب ثلاثة بالله العظيم، الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط، المكان ده صح، ما الناس صالح احنا بكلافاتك مع نواه. انت عندك حق، هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، يا سوكا، هي نوال دي ساكنه فين؟ ازيك ست الكل؟ في شارع الهرم. طب انت متاكد منها؟ 100% 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياه ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحوض. لا نوال دي كريمه قوي قوي. يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جولي، بشوقك بس كده بقى. جوري يا بحر. طيب حفين او اخي، مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نواه. يوه يقطعني، اصلي واخده على قديمه. معلش مفيش مشكله، بس الشهاده لله انت برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمته ايه؟ نعيبه في كوريا هي مش موجودة معانا نوال. الله، جرى ايه عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك، وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي، وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايدي. يا صباح العكاوي. يا صباح الكبده الكبدكي. هات ياد كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. وصاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. من امتى الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حبك ماشي، ايه المصلحة؟ عقارات، الجو بتاعك. ايه العبارة يا كبدكي؟ العبارة في العمارة. اسمع، أنا أعرف واحد اسمه الحاج عرفة، بيبني عمارة 11 دور على ثلاث نواصي وواجهة. ثلاث نواصي؟ ربنا يزيده. أنا هنطقك يا سلومة، وربنا اللي نطقك، أنا هدخلك معايا، وهو معاه ناس تقيلة برضه. شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده ثلاثة في ظرف كام شهر. أيوة بس أنا الجنيه اللي معايا على قده. دول ناس غيلين. لا ما تقلقش، انا ليا دلاله عليه قوي، بس انا هينوبني من المصلحه دي خمس بواكي. امين
هم باكوا واحد والسلام عليكم ورحمة الله. بطل نتانا سلومة. أوه أخرك معايا التلات بواكي. هم خمسة، ياما المصلحة هترسى على حد تاني. قلت إيه؟ خلاص خمسة خمسة ماشي يا كبديكي. يا ساتر، ده أنت الجنيه اللي يطلع منك إخواته يدعوله. مالك يا أختي مالك بس؟ فيك إيه؟ شايفة يا خالتي؟ شايفة البيت فاضي عليا إزاي أنا وإنتي؟ بقينا قاعدين زي قرد قطع لوحدينا. أمي راح وكبدكي راح وخلي مالي في حاله. ده حتى جولي بعتنا واشترت عدوتنا خلاص مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص اسمعي، أنا بحبك، أنا مش هسيبك أبدا. تعالي بقى تعالي اقعدي على دي. بسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما تخافيش انا معاكي مش هسيبك ابدا. يلا تحكي بقى تحكي بقى يا اختي بقى. يلا وده ايه ده؟ ده مفتاح البيت. وده مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يو النملية ملهاش مفتاح. طب الله مين؟ طيب خلاص في ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ نجري قدامي. لا نجري فين؟ هاتوها هاتوها. ايه انا ما بعملش حاجة يا بيت؟ انا ما بعملش حاجة عشان اللي. طب انا عملت ايه طيب؟ طب انا بقول لك ما ينفعش خالتي تقعد لوحدها. يعني يا صو كلمي خلي شكرا ما تسيبيش تصدر لوحدي. يلا ما تتعبيش نفسك هنا ولا انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا. هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي عزوز. صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا أمورني. الله الله الله، مين على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هما فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكل. الله خدوهم بالصوت. ما انا اجيب الشقة وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي الكلام ده ما يقولش عيش معايا يا ناني. اوعي من وشي خليني اشوف من جوه. يلا اوعي. تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وشي خليني اشوف من اللي جوه. هنا واقف. الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلو. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل التير يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي. اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني جاري يا حبيبتي؟ ليه بس الزرزرة دي وليه العصبية دي؟ استهدي بالله جميل شوية. الله يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه اللي قصدي لينا بيتي. يلا طب اسمع تهدي يا ناني. الله قلتلك اهدي مش كده. مع السلامة. جات كل هم صنف منيل الا ما فيك واحد عادل. يا اختي انت قاعدة مكتومة كتمة الكحك ليه؟ هو انا ناقصة هم يا ربي؟ بس يا ولي بس خلاصي بس يا ام منقر. انا بورقرص عليكي. مالك يا امه؟ امال بس خالد سندس يا امه. قول لامك تسكت. قول لها تسكت لحسن بعدين افرفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام لكم ولا ايه؟ ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خدي لعبي بقك انت كمان. لا خلص خلاص ما عادش فيه. بقول لكم ايه، انا صدعت اخش انام جوه. ايه الصداع اللي انا فيه دوت؟ ايه يا ولد انت ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله نمت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. يا ابني يا ابني يا علي يا ولد يا ابني. انا قلت لك
قلت لك يا ابن الفقرية نمشي من هنا من بكرة الصبح تجيب لي شقة يا ولا العمر مش بعد يا ولا يا خرابي يا خرابي خلاص خلاص يلا يا خرابي يا خرابي بكرة اجيب لك شقة في الفرن في زيزو ومبلا بتاع سلام يا يا رب عليك عليكي بتضحكي عليا يا ولية يا رب تموتي عشان خاطر يا ابو طالب بيه كوريا دي بنت غلبانة ضيعت قبل كده سنة من عمرها في السجن في قضية ملهاش لازمة ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحرمية ربنا يخليك ويطولنا في عمرك دي بنت غلبان يا اسطى شكري ما تخافش كوريا ما عليهاش أي حاجة أنا هبعت لها محامي النهاردة يطلعها تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شوية عشان تعترف بمكان هايدي وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت إنها كانت تتستر عليه ما خلاص بقى يا عم شكري خلاص يا عم شكري قال لك ما عليهاش حاجة يا عم شكري يا باشا مهندس دول مش مستنيين يثبتوا حالة دي ناس يدها طايلة أنا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط طويل الاجرام بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها بقول لكم ايه اللي فيه كوره حسكن القناطر تبقى تسال عليا هنا تقول كوريا ابقات هم عرفوها كويس انا مين واللي فيكم مش راحه اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلتك كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي كاتكو 60 ايه كوريا عبد العاطي نعم تعال ماشي انا خارجه اتمم على الاسم وراجع لكم تاني لو لقيت واحده بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلب هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق ماشي جت كل قرف بعتين لك محامي اللي مع ربنا قلبه مرتاح يا باشا لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك والنيابة بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده لكن أنا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك أقسم لك بالله لأكون قبض عليها ومرحل كنتوا الاتنين في كلبش واحد ونعمة بالله يا باشا شكرين ألف شكرا السلام عليكم يا باشا أنا رقبت الحارة كلها واتقصت هيدا ابو طالب عامله نفسها راجعه من الخليج واسمها جمالات وانها بنت خالد بنت كوافيره اسمها كوريا وهيدا لما مؤاخذه كانت فاتحه يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا وعلاء بيه اللي كان بيحميها بس هي يا باشا كانت مشيبه رجاله المنطقه كلهم معلمين وسواقين تكاتك وجزارين حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها ومين لسه على اتصال بيها اكيد علاء بيه عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها خايف لا تطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هيدي بعد ما هربها من المنطقه واتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج توجيهات سعادتك اوامر يا باشا ايش علاء ايوه دكتور نادر بقول لحضرتك ايه